مرحبا مواليد برج الجدي، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 28 أيلول سبتمبر حتى الأحد 4 أكتوبر؟ شو في عنا بهذا الأسبوع؟ في حدثين مهمين وحلوين بالنسبة لكم. الأول هو وصول أو اكتمال القمر في برج الحمل يوم الخميس منتصف الليل توقيت بيروت. مرة واحدة بالسنة عنا اكتمال للقمر في برج الحمل اللي هو بالنسبة لكم البيت الرابع. الحدث الثاني الحلو هو وصول كوكب الزهرة لبرج العذراء يوم الجمعة. برج العذراء بالنسبة لكم هو البيت التاسع يلي هو بيت حظ بالنسبة لكم. كيف بده يكون هذا الأسبوع؟ طبعا الشمس كل هذا الأسبوع موجودة في برج الميزان، فخلونا نشوف شو في أخبار بالنسبة لكم. الأحوال الفلكية، كيف بدكم تنظموا أسبوعكم؟ يوم الاثنين 28 سبتمبر القمر موجود ببرج الدلو بالنسبة لكم بيت المال. الشمس طبعا مثل ما سبق وذكرت موجودة بأعلى نقطة عندكم بالدائرة الفلكية ببرج الدلو ببرج الميزان، ففي احتمال انه يكون في نوع من تقييم لكم، نوع من امتحان لكم، نوع من evaluation لأموركم، او يمكن انتم تكونوا عم تعملوا تقييم للآخرين. انتبهوا من المسائل المالية يلي بتطلع أو يلي بتدخل لعندكن. إذا عندكن امتحان روحوا محضرين، وإذا مش عارفين لازم أصلاً تروحوا على نهاركن تكونوا محضرين لحتى تكونوا أنتوا بالنتيجة ربحانين وما تخسروا. لكن النهار جيد. بينتقل القمر يوم الاثنين الساعة 6:35 المساء توقيت بيروت العالم بيروت الصيفي، يعني 3:35 بعد الظهر توقيت العالمي، يعني قبل الظهر إذا أنتوا عم تابعوني من القارة الأمريكية حسب أي شط أنتوا موجودين. القمر بيصير ببرج الحوت، ترتاحوا، بيرتاح الوضع عند موالي برج الجدي، وبتقوى تقوى أفكاركم، تقوى نفسيتكم، تقوى الثقة في النفس، تقوى الطاقة الجسدية والفكرية، بتصيروا أبضايات، بتضلكم أبضايات. كل شيء والقمر موجود ببرج الحوت، أي حتى يوم الخميس الساعة 6:12 صباحا توقيت بيروت أقوى الفترات، أحلاها، أجملها، وأكثرها دعما أو تدعيما إذا بدكم لألكم. هي الفترة اللي بعتبرها أنا ضمن الأسبوع الأكثر نفعا وإفادة لألكم إذا بدكم تشتغلوا. أفكاركم ذكية، حججكم قوية، ما بتنقصكم الحجة، ما رح تلاقوا حالكم كسولين، بالعكس تماما ما حدا بيلحق عليكم. بينتقل القمر من برج الحوت لبرج الحمل يوم الخميس الساعة 6:12 صباحا توقيت بيروت الصيفي، وبيبقى ببرج الحمل حتى السبت الساعة 6:15 بعد الظهر توقيت بيروت الصيفي. فترة وجود القمر ببرج الحمل واكتمال القمر ببرج الحمل أي البيت الرابع بالنسبة لكم قد يحمل بداية لعلاقة أو حدث عائلي مهم جدا. هالقمر المكتمل في برج الحمل مرة واحدة بيكون بالسنة، كل شهر قمري في عنا قمر ببرج الحمل، لكن مرة واحدة بالسنة يكتمل القمر في برج الحمل، وبالتالي قد يحمل لموالي برج الجدي حدث أو ظرف عائلي أو شخصي، إن كان سفر، إن كان زواج، إن كان ولادة طفل، إن كان اهتمام بمسألة منزلية، إن كان يمكن حتى تنقله من بيت إلى آخر، مسألة بتخص الأولاد، مسألة بتخص الأهل، بتخصكم أنتو، فبكون كونوا منتبهين لهذه القصة. يتخلل فترة وجود القمر ببرج الحمل شوية تنشن، يعني في قلق، طولوا بالكم ما تنزعوا. بينتقل القمر من برج الحمل لبرج الثور الصديق لكم السبت الساعة 6:15 المساء توقيت بيروت الصيفي، ترتاحوا، وبدل الهم بيصير في انفراج، وبتوصلوا إلى فترة جميلة جدا ممتازة بتبلش فيها نوع من احتفالات فرح وانفراج وارتياح وأمور بتتسهل. يلي عم يتابعني من القارة الأمريكية فينا نقول أنه تقريبا قبل الظهر الجو عندهم صار ممتاز، يستمر هذا الجو السبت وكل يوم الأحد، فزبطوا شغلكم على هذا الأساس. الأكثر حظا 1-2-8-9 كانون الثاني يناير. الأكثر تعبا كونوا حذرين في الأيام الصعبة مواليد 12-13-15 و16 كانون الثاني يناير.
بدي أتمنى لكم أسبوع حلو، إلى اللقاء مع الأبراج اليومية والشهرية للمزيد من التفاصيل. باي باي.